الحاج زاد في جو عادي عادي جدا. تغيرت الهيئة وبالتالي كيخص نعود النقاش, وعلى النقاش يقتضي أن لا هيئة ولا دفاع يعودوا يرتبوا الدفاع ديالهم. وعلى الأساس مهلتنا المحكمة أسبوعين باش نوجدوا الدفعات ديالنا. أكيد غادي نعود الدفعات الشكلية من جديد ثم نمروا للموضوع. ولازم لما الأمور دازت في جو عادي. بالنسبة لهذاك الطلب اللي تقدمت به ديال المحضر ديال 98, هذاك الطلب ديال ضم واحد المحضر 98 اللي بعد المداولة المحكمة الدولة في الملتمس قررت, وما علينا إلا نحترم القرار ديالها, قررت رفض الطلب لسبب بسيط, هو أن ديك المحضر كاين وراه هو راه الإشارة ديالنا غادي نطلعوا عليه. ولكن دائما كتقولوا ان هذاك المحضر او المرفقات ديال هذاك المحضر, يعني ملي كتمشيو انا عمري ما قلتها كل عمرك طلبتيها والاستاذ وما لقيتيش. انا لا, انا عندي انت عندك انا عندي المحضر 98 ديال انا عندي وشفته وراه ليا الرئيس. ملي كيوليني رئيس هيئه فيها ثلاثه القضاة كيوليني محضر ما يمكنش بلا نشكك فيه ما كاينش. انا كنقول لكم دابا كاين, من بعد فاش طلعوا عليه والخلاصات اللي غنرتبوا عليها والدفوع اللي غنديروا على الاساس ديالو هذاك مساله اخرى. اذا كيخص شي وثائق اخرى تضاف ليه راه غادي نطلبوا انا تضاف ليه. ولكن المحضر كمحضر انا رئيس الهيئه وهيئه وراتو ليا دابا وانا خارج راه كاين. عندك نسخه منه؟ عندي نسخه, انا عندي نسخه. غير مشي لي دابا استاذ. نعم. النقاش ديال الاستاذ اللي معاك اللي كانت متويه في الليل تناقش الموافقات, هذاك المحضر ديال انت استاذ كاين كلشي؟ اه المحضر كاين. نعم. كنت دابا هنا كاين واحد الاختلاف بين كاين تبع الزميله اللي معاك. نعم. هي تناقش الموافقات, انت كتقول بان الوثائق كاينين كاينين. انا قلت لي محضر 98 كنقول لكم كاين بالمرفقات ديالو استاذ. المرفقات حنا هي طلعت دابا طالعت تشوف واش كاين الصور ديالو. دابا ما نقدرش نجاوبكم, تجاوبني هي تقول لي واش كاين. حنا كنهضروا على الملف اللي عندك انت. انا اللي عندي محضر ديال الدرك. لا ماشي بالصور, كاين شي صور في الملف ولكن ما عرفتش واش هما اللي مرتبطين بالمحضر 98 اولا ماشي هي. وكان عندي شي تصاور انا في الملف في المرفقات اللي كتكلم عليه الاستاذ. شنو التقرير المحضر 98؟ راه 98 اللي قريت انا اللي عندي ديال الدرك الملكي النهار اللي لقاو واحد الجثه في واحد الغابه وكيوصفوها. هذا المحضر, هذا التقرير. كاين تقرير؟ واه المحضر هو التقرير. كاين تقرير موافقات مع كاينين تحقيقات 98. انا محضر 98 عندي ديال الدرك الملكي انتقلوا في واحد الطريق واستمعوا لشي ناس ولقاو واحد الجثه. كتقول لك غير كامل. سولوا استاذ زينب. شكرا جزيلا.